أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. مرحبا بكم في عدد جديد محصتكم أولادنا تحت جناحنا. أولادنا تحت جناحنا حصة تهتم بالعائلة الجزائرية وبالأولياء كذلك، خاصة من خلال النصائح اللي نقدموها مع أخصائيين باش تربيوا أولادكم اللي هما أولادنا بالطريقة السليمة. اليوم عندنا موضوع مهم، مهم جدا. بالمرات هذاك الموضوع إلي أن بو جينون، يعني حتى الأطفال وكامل يديرونجيهم هذا الموضوع، هذا هو التبول اللا إرادي، يعني لن يغزي. التبول اللا إرادي هو موجود، موجود، ولكن بالمرات الأولياء ما يعرفوش كيفاش يتعاملوا معه، وخاصة كي يتقدم في السن، يعني لما الطفل يكبر وكامل، وخاصة لما يتمدرس ويروح المدرسة وكامل، يولي يقلقوا شوية هذاك هذه الظاهرة هذه. اليوم مع أخصائيين راح نتكلموا عليها ونقدموا لكم بعض النصائح اللي يفيدكم. إذن معايا اليوم الدكتورة شافعي سميرة، مختصة في طب الأطفال. تفضلي مدام. تفضلي، مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك مدام، شرفتينا شرفتينا. تفضلي تفضلي مدام، الله يخليك. مرحبا بك. مرحبا بك. معايا كذلك الأستاذ لابري نور الدين، مختص في علم التربية. تفضل أستاذ، تفضل، شرفتنا شرفتنا. شكرا لك. مرحبا بك. مرحبا بك. تفضل تفضل أستاذ. تفضل. معايا كذلك اليوم الأخصائية في علم النفس الأستاذة تفاحي هنية. مرحبا بك مدام. مرحبا بك، شرفتينا شرفتينا مدام، شرفتينا. معنا كذلك تجربة حية سيد صانع عبد الكريم. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك عبد الكريم. مرحبا بك. تفضل 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 تفضل. في كل حلقة نستضيف طفل ولا طفلة يدير الواجبات المدرسية نتاعو في هذاك المكتب الجميل. اليوم معنا كوثر، تعالي بنتي. أرواحي 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 الشاطرة. أرواحي، واش راكي بنتي؟ لاباس بنتي. شحال في عمرك كوثر؟ شحال في عمرك؟ 7 سنوات قلتي لي؟ لا لا، 7. واش من سنة تدرسي؟ سنة أولى. سنة أولى، الله يبارك. تحبي تقراي بنتي؟ تحبي القراية؟ وكي تدخلي للدار ديري الواجبات تاعك وكامل، تحاولي تقراي شوية، تدرسي في الدار. نعم. حتى تقول لك ماماك روحي تقراي، ولا تحبي تقراي وحدك؟ حنقرا. برافو برافو بنتي، تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها. إذن بنتي روحي لهذاك المكتب اللي وجدناه لك، روحي تقراي ديري الواجبات المدرسية تاعك. وانتم كذلك يا أطفال، هذا هو الوقت اللي توجهوا فيه للمكاتب تاعكم باش تديروا الواجبات المدرسية تاعكم باش تنجحوا. شكرا 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 شكرا. مرحبا بكم. مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من ولادنا تحت جناحنا. ولادنا تحت جناحنا حبيناها تكون حصة مبسطة، يعني العائلة الجزائرية ولا الأم الجزائرية ولا الأب الجزائري ولا الأخ ولا الجد ولا الجدة لما يشوف الحصة يعني يتلقى نصائح بسيطة لتساعده تساعده في حياته اليومية كل يوم. اليوم عندنا موضوع مهم، وهذا الموضوع هذا ممكن أنه يصبح مقلق لما الطفل يتقدم في السن، يعني يلحق التمدرس وكمل، اللي هو لينيوغيزي، يعني التبول لا إرادي. هي حاجة عادية في المجتمعات كلها، ولكن بالمرات تقلق كي الطفل يزيد في السن وكمل. حبينا من خلالكم اليوم نتكلموا على هذه الحالة، وقتاش تكون مرضية، وقتاش الدوفيان باثولوجيك، وقتاش يعني الأولياء ما يتقلقوش، يعني تكون حاجة عادية، وقتاش لازم يتقلقوا باش يروحوا للطبيب ما يروحوش. ومن بعد نوصلوا حتى لسن التمدرس مع السيد لابري والسيدة تفاحي هنية كذلك. من بعد نتكلموا معك على نفسية الأولياء والأطفال كذلك، ونوصلوا للحالة الحية اللي معنا اليوم. مدبية دكتورة شافعي سميرة، مرحبا بك، مختصة في طب الأطفال. حبينا نعرفوا واش هي هذه الحالة، يا هل ترى هي حالة عادية، حالة مرضية، وقتاش تكون مرضية وقتاش ما تكونش؟ لأنها كمان على حسب واش فهمت هي تقيس أكثر من 10% من الأطفال. يعني دونك بدا بينا وكنت فاهمينا واش هي هذه الحالة هذه وكيفاش نقدروا نتفاداوها.
merci. Donc, je vous remercie pour l'invitation. Alors, pour l'énurésie ou le tabou ou l'iradi عند الطفل, c'est une maladie. Donc, c'est un marad. Mais je suis là, عادية عند الطفل. يعني ولي مرض ابتداء من أي سنة يعني؟ هي الطفل عادي من عامين الفوق خلاص normalement عنده. يكون نظيف كما يقولوا. Voilà, il va acquérir sa propreté nocturne et diurne. C'est-à-dire الليل والنهار يكون نظيف. D'accord. خاصة في البول parce que يديروا يعني يتأخروا شوية فيه مي عامين normalement الطفل يكون نظيف في الليل وفي النهار. في الليل وفي النهار. D'accord. Mais هاد الأطفال 10% تاع هاد الأطفال هادو يقعدوا يوصلوا ما ياخذوش النظافة ديالهم يفون با لاكيرير مي بون تما ما نتقلقوش بزاف بصح نقولوا الطفل مازال شوية صغير نتبعوا سيغتان إرشادات تبعهم الأم للطفليتو مي أبارتيغ دو 5 أن 6 أن هنا لازم التدخل تاع الاولياء تدخل تاع الطبيب تاع المختصين في هذا المجال دكور دكور هي على ما نظن الامهات احنا نقول لهم ما يتقلقوش يعني ماهيش حاجه يقدروا من خلال بعض النصائح وكامل يقدروا يتفادوا هذا الامر هذا انا شفت بعض الامهات ياخذوا دي ريفلكس يعني وليدو تقول له ما تشربش الماء في الليل مثلا تنوضوا في الليل توتافي قادره تنوضوا قادره هو المشكل حقيقه تفضلتي دكتوره وتكلمتي عليه هو 5-6 سنوات يعني كي الطفل يروح للحضانه ولا يروح للمدرسه هنا سا دوفيان بروبليم لان بون التبول الارادي ممكن يكون في الليل ممكن يكون في النهار يعني هذا هو الشيء هنا اللي نرجع لك دكتوره من بعد باش تعطينا النصائح الاولياء أستاذ لابري نور الدين مختص في علم التربية 39 سنة في سلك التعليم لما الطفل يجي للمدرسة وهو عنده مشكل في التبول لا إرادي من بعد نتكلموا على بالمرات الخطأ ماشي من الطفل يعني هذيك النقطة هذيك اللي تكلمنا عليها من قبيلة ما دامنا توضحها لنا ثاني كيفاش يكون التعامل تاعكم مع هذه الحالة هذه من الجانب التربوي من الجانب كيفاش يعني باش بور سوتنير هذاك لونفون هذاك يعني لازم تدعموه هذا هو الشيء شكرا سي يزيد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين شكرا لك دائما على هذه الدعوة لأنك تعطينا الفرصة باه نساهم ونشارك بما قمنا به من تجربة ولو متواضعة حتى ننير ننور برك وننصح برك الأولياء بما نستطيع عليه خاصة وأن الموضوع هو الطفل وأنت دائما تكرر في هذه مثل هذه الحصة كلمة الطفل لو كان نديرو دي ستاتيستيك نلقاوك قلتها كثير 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 وهذا شيء شرفك يطول عمرك وأنا شرف الله يخليك وأنا نكرر لك البيت تاع الشعر اللي نحبه كثير كثير تاع الشيخ سليمان عناني على من علماء الجزائر وشعرائها بيت يقول في الطفلة شممت فيك أريج الطهر يحدق بي أنت الطفولة من رعاك لم يخبي فما دمت أنت سيزيد راك تراعي في الطفولة والدكتورة والدكتورة وكل من مروا على هذه المنصة ساهموا كل واحد المعلم الأولياء المجتمع كل من يهتم بالطفل يعني نحيي كاع الناس اللي جاوا لهنا ما تردوش هذه رسالة كبيرة يعني لما نقولوا لهم لما نقولوا لهم باللي الحصة تهتم بالطفل ونصائح بسيطة وكامل تحس شغل كاع المختصين اللي جازوا معنا شغل يقولوا لنا والله طليتوا لنا على قلوبنا بارك الله يعني كل واحد حاب يمد هذه النصائح وراه يشوف باللي الناس محتاجة نصائح بسيطة ولكن يشوف روحه باللي يشوف روحه باللي يوتيل يعني عنده دور الحمد لله هذه كانت شهادة يعني اليونانيمية ولله الحمد إذن قبل قليل الدكتورة تفضلت وقالت أن التبول اللا إرادي هو مرض Donc c'est une maladie, c'est une pathologie. ولكن بالنسبة للأمراض اللي نشاهدوها عند أطفالنا وتلاميذتنا يظهر لي أنا أن التبول ماهوش مرض بالنسبة لبعض الأمراض اللي أكثر خطورة وأكثر ثقل وأكثر تأثير على مردوده وعلى تعلمه.
ولكن مهما يكون فهي ظاهرة مرضية عند أطفالنا، لابد أن نعالجها ولابد أن نعيش معها وأن نرافق الطفل فيها، لأنها خطيرة. لأن الطفل لما يتبول في القسم نعم. بالنسبة لنفسيته يعني هذا هو التأثير النفسي، هو خطير يعني. لا هو التأثير الأستاذة تفضل نعم على النقطة هذه. علم النفس بطبيعة الحال أنت كنت محق عندما قلت قبل التمدرس قبل الحضانة أو المدرسة، ممكن طفل راه عايش غير في الأسرة مع الوالدة والوالد وأخوه يجوزها، ولكن لما يدخل إلى المدرسة ويعيش مع الآخرين فالنظرة نتاع الآخرين تكون مسلطة عليه، وحتى هو يسلط النظرة نتاع على الآخرين هذا أولاده، خاصة المعلمين والمربيين اللي في الطور الأول يعني سنة الطور الأول نعم نعم يعني هذوك هما كيفاش يتعاملوا، هل عندهم دراية بهذا الشيء؟ هذا هو المشكل، لانه انا نظن باللي معلم تاع السنه الاولى ماشي كما المعلم تاع السنه السادسه، ماشي يعني عندهم مسؤوليات مختلفه على ما اظن. هي من المفروض، هي من المفروض ان الاولياء، احنا دائما نقولوها هذه قاعده، الاولياء لما يرافقون ابنائهم خاصه في البدايه تاع التمدرس لابد ان يتصلوا بالمعلمه او بالمعلم ويمدونه بكل بمعلومات تخص هذا الطفل، منها هذا بالضبط. ما راش عيب بالعكس، كل الاولياء اللي راهم يشوفوا فينا ما راش مرض خطير جدا، مانيش طبيب انا، خلوا الاطباء هم اللي من بعد ما ندخلوش في صلاحياتنا، احنا ماذا بينا من بعد نرجعوا لها باش تطمن الاولياء، مرض خطير جدا ولكن مؤثر نفسيا على التلميذ كما قلنا، لكن باش فقط باش الاولياء ما يتهولوش، يعني ما يتهولوش كثير، مش معناه انهم يغمضوا عينيهم دائما، ولكن اذا قلت ان الطفل خاصه لما يدخل الى المدرسه فهنا ويستمر في هذا التبول اللا ارادي، لانه التبول اللا ارادي قد يحدث في الفراش في الليل بالضبط، وقد يحدث في وضح النهار وفي المدرسه بالضبط، في المدرسه تلقى الطفل صار له هذا الشيء هذا، فمن المفروض ان الاولياء ينبهوا المعلمه، وإذا ما نبهوش وفي غالب الأحيان ما ينبهوش، يقول لك أنا لا وليدي نحافظ عليه ما لازمش نخرج هذا الأنترجيمي العيب اللي فيه، وهذه ثقافة طبو. هذه ثقافة بضبط. ما لازمش نعشم بهذا الأمر بضبط. هذا بالعكس. حتى أولادنا الصغار كنقولهم إذا كان راك تتبول ماهوش خطير وليدي معليش هذا سيزول وكذا، يعني نغرس فيه مرافقة ونغرس فيه واحد الثقة باش ما يشعرش بالإحباط. واش يصير في المدرسة؟ في غالب الأحيان المعلمة تكتشف بطبيعة الحال بالضبط. لأنه كان فيه تشوف يعني هي تشوف والأولاد التلاميذ اللي يكونوا معاه يتكلموا لأنهم صغار يقول لها شوف سيدتي وكذا وكذا وكذا، إذن المعلمة تكتشف ذلك من البداية، وهنا المعلمة أو المعلم بصفة عامة في تكوينه لابد أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الطفل، ويعرف لازم يعرف بانه صار له واحد الصدمه وهذا التاثير تاع الاحباط وتاع الخجل، يعني الحشمه يولي يحشم ويشعر بالاكتئاب، يقول لك شوف راهم يضحكوا عليا انا ناقص كذا، اذا لازم ترافقه وتغرس فيه الثقه، ولكن عمليا لازم تنتبه كل ما طلب التلميذ باش يروح الى المرحاض لازم بسرعه تسهل له الامر وتخليه يروح. هذه كاين بزاف الاساتذه يقول لك معلمين يقول لك بلي التلميذ كاين اللي يطلب بزاف يحب يخرج يعني بالمرات ما يامنوش كما يقولوا لا من بعد شويه ولا حاجه ولا يعني انت في رايك انا نظن بلي حتى ولو التلميذ يعني خرج مره ولا مرتين ولا انا نظن اعطيه لو بينيفيس دو دوت يعني ماهوش شرط انك تقول لا بالك يديرها بالعاني باش يروح يلعب ولا يدير حاجه، هو سيزيد كاين بعض التلاميذ اللي ما بيه والو الصغار كنا نديروا ايه يخرج من القسم لانه شويه يمل شويه يقرا بالضبط، ولكن المعلم الذكي يعرف التلميذ تاعو ويعرف التلميذ اللي حقيقه في حاجه الى ذلك واللي راه شويه مين انظر الى دخلوا الشك يخليه يروح لا بطبيعه الحال. انا نعطيك مثال، هذا صرا عنده قبل العطله هذا صرا طفلة عندها 3 سنين و4 سنين في الحضانة، هذه صارت صحيحة يعني الوالدة نتاعها تقرب لي هي اللي حكتها لي. راحت جابتها بالسيارة، كي ركبوا في السيارة ومشوا شوية وهي راكبة من الوراء قالت لها ماما درت بيبي. الفولدي ايش قالت لها؟ قالت لها وين؟ قالت لها الآن درك، وهي ديتها في السيارة.
سبحان الله خلقت وصرخت في وجهها وعلاش وكيفاش وكذا. قالت لها سيدتي هذه في الحضانه طلبت منها وما خلتنيش نروح للمرحاض. كارثه يعني شوف كارثه بوسيبل شفتوا انت تف تاع ربع سنين خمس سنين ما يعرفش يكتب ما لا يعني دونك احنا مانيش نقولوا كل المعلمين انا دائما مهما كان تحسيس احنا مانيش نقولوا هذا مليح احنا رانا هنا باش نلفتوا الانتباه هكذا يعني المعلمين يراعيوا هذا الجانب ويسهلوا الامر للطفل الصغير باش يروح الى بيت الوضوء وهكذا يعني يرتاح هو يرتاح وما يظهرش عنه منه بعض الروائح اللي تجلب انتباه الاخرين ويصبح سخري. بالضبط بالضبط. ولكن كاين احيانا ومن بعد نخلوا الاطباء يزيدوا يوضحونا اكثر وين التبول يدوم تبول لا ارادي يدوم عند الطفل حتى وهو في الطور الثاني والطور الثالث حتى في الاكمالي. يعني نعم تلقى مراهقين وعندهم هذا ولكن هنا قليل اظن قليل العلميين انا لست ادري بعد الدكتوره جوستومون يقل عند المراهقين ولكن يحصل ايضا دكتوره كريم كول كبير حنا كنقولوا 10% يعني 10% صغار يعني ماناش نهضروا على اللي لا 10% سي توتال يعني كامل مي صديق اللي يطول يوصل للطور الثاني وبعد هذيك كيما قالوا الطفل من الحشمه ديالو يبقى با اكسبريمي ماحش يقول يحشم دونك يخلي سر بينه وبين عائلته بين امه وابوه في العائله بر ما ماحش يقول باللي عندي هذاك دونك ما راحش ياخذ الدواء اللازم ماحش ياخذ النصائح اللازمه لا بريزون شارج بسيكولوجيك دونك كامل لا بريزون شارج توتال تاع الطفل دونك يفا بيرسيستي راح يكمل داكور دونك في رايك سي الناس اللي ما خداوش يعني ما خداوش بيان سور الموضوع هذا بجديه يعني يفون فيرمي هذاك لو سوجي قاعدين في الدار غالقين على هذاك لو سوجي بيناتهم واحد ما يسمع واحد ما على باله اي سي بون سا ريست لا سي بون مي الواحد الطفل اللي يكون اولياء منتبهين اللي يتقلقوا يتابعوه سي با نورمال باسكو عندي طفل خوه الحق عاملي لي بروبر الخوه عنده 5 سنين حبس هو ما حبش دونك تولي لها لا ماما تقول لك الفا سانكيتي تتقلق على وليدها دونك تروح تاخذ الكونسلتاسيون ميم الام تكون حشمانه من هذا السوجي الام كي تجينا الان كونسلتاسيون تقول لك سان تابو واش به وليدك اليزيت خد برون 3-4 مينوت باش تقول لك واش عنده وليدي بالضبط ما تقول لك وليدي مازال يشمخ مازال اتيميد مي نو سي نورمال معليش يفو دير قولي او كونترير لهنا الولد يفاس يتنحلوا العقده تاعو شويه بالضبط ديجا كاين ان بيرسون انسان واحد اخر او سمع بالسوجي الطفل بالك في هذيك الدقيقه يتعقد شويه يحشم يهبط راسه مي من بعد كي نبداو نتكلموا معاه هيتو يحس روحه كيما نقول يبدا يستوعب واش عنده بالضبط يفهم واش عنده ومن بعد تقولوا له كاين دواء كاين هذه النصائح ديرهم الا كان طفلي في سن تمدرس 5 سنين 8 سنين 10 سنين نعطوا له لائحه من النصائح كامل فيها اللي يديرهم تما تبدا لا بريزون شارج ومن بعد نبعثوه عند الاخصائي النفساني باش يبدا لي سيونس ديالو تما تكون لا بريزون شارج توتال يبدا الطفل كاين دواء دكتوره كاين دواء بيان كاين دواء يعني يشربوه كاين دواء ا بارتير دو 5 ans 6 ans اون لو دون يعني النتائج تاعو كيما مضمونه سا دون دو تري بون ريزولتا اون ا ايسي شي دي بوكو دانفون ياخذ شحال الوقت ياخذ هكذاك 3 شهور يشربوا على 3 شهور 3 mois بعد جينيرالمون لا بلوبار وي مي سادير سي ان دواء اللي ما تقدرش الام ولا تشري فاسيلمون باسكو فيه بزاف النصائح كيفاش تاخذ دواء الوقت تاع البروسيدور يعني وي الوقت تاع الدواء الطريقه كيفاش ياخذوا في الماء باسكو هذاك الدواء لازم ساعه من قبل ما ياخذ الدواء الماء و 8 سوايع ابخي ما يشربش كامل الماء وكي يقولوا الماء تو سكي ليكيد سوائل كامل دونك ما يشربش الماء سافي با دير يروح يشرب كاس جو داكور بالضبط حنا نقولوا هكذا حنا ماذا بينا حنا الاولياء من خلال كاع الحصص نتاعنا عمرنا ما قلنا لهم شرو الدواء وحدكم لازم يفو توجور كونسلتي عند الطبيب شي نفرغ منه لان الطبيب يعني حاجه دقيقه لينوريزي سي لينوريزي نوكتور
تبو لا إرادي في الليل. إيه. في النهار كاين حالة واحدة أخرى سي لانكونتينونس، الطفل ما يشدش. بالضبط بالضبط. هذيك سي نوتر باثولوجي. داكور. بصح في لينوريزي نوكتيون الطفل نقولوا سيغ لو بلون أورغانيك يعني الجسم تاعو سليم 100%. الأعضاء يعني تاع الجهاز تاع البول كامل، الكليتين لا فيسي تو تي بون، باسكو قبل ما نعطوا الدواء قبل كي نديروا يعني التشخيص ندومونديو ان تي بيلان. بالضبط بالضبط، باش نشوفوا اذا كان المشكل ماهوش في حاجه اخرى. لا ما كانش حاجه اورغانيك. داكور 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 دونك نحو ما كانش مشكل، ما عندوش مشكل في لي غان في لا فيسي، سوا خلقي ولا مكتسب، ديزانفيكسيون اللي يمدوا هذه الحاله سكوندارمون ابخي، ومن بعد كونتي تو تي بون تما نبداو الدواء، نبداو لا بريزون شارج. هذا لا بريزون شارج. فوالا. شكرا 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 دكتوره. شكرا. أستاذة هنية تفاحي مختصة في علم النفس، هذا الموضوع ما نقدروش نفصلوه على علم النفس، يعني لأنه يقيس مباشرة نفسية الطفل والنفسية الأولية، يعني بالمرات كما قالت الدكتورة الأم ما تقدرش حتى تهضر على هذا الموضوع. يعني احنا ماذا بينا اليوم نشوفوا معك كيفاش نفسية الطفل هذه ونفسية الوالدين، وكيفاش نعطوهم نصيحة باش يتفادوا هذا يعني الظاهره هذه انهم يخبيوا، وماذا بينا تفهميهم هل كي يجهروا بهذه الظاهره وكامل راح تساعدهم ولا يكتموا، ولا ماذا بينا نتكلموا على هذا الموضوع. نعم. هذا تفضلي استاذ. شكرا استاذ يزيد على هذه الدعوه. بالنسبه لموضوع التبول اللا ارادي كما ذكر استاذ العبري كان يحكي على التبول اللا ارادي النهاري، ولكن هناك نوعين. هو اللي فيه اكثر فوالا صديق، هو اللي يكون عنده احتكاك بالعالم الخارجي اكثر من الاسره. بالضبط. لان كي يكون تبول في المدرسه هنا اكيد في النهار اكيد يكون عنده مشكل عضوي. تاع الليل احيانا وين ما يكونش عنده مشاكل عضويه هنا يدخل الاخصائي اطفال اللي يقول له بعد ما يدير له ليكوغرافي ويدير له لو بيلون نيسيسار انتم يقول له ما عندوش مشكل عضوي، لازم له اخصائي نفساني في نفس الوقت. حنا كي يجينا الطفل في الفحص النفسي الشيء الاول اللي نقوموا به هو لونتروتيان كلينيك مع الام تاعو. السؤال الاول اللي نقدروا نطرحوه عليها ان هذا الطفل باغ اكزومبل تجيبوا احيانا عمرها ما عندناش دي مامون اللي يجيبوا لنا اولادهم فلاش 3 سنين، هي 3 سنين مازال دير له لاكوش وتقول له ارقد. اي بالضبط بالضبط جوستومون انا اكدت على هذا مادام الدكتوره قالت لي من سنتين ولدك لازم ينظف، دونك لازم لا سونات دالار وتبدا فوالا لو سينيال نورمالمون. بس ماناش 5 سنين فوالا هنا، يعني هنا واش معناتها؟ هنا الام لازم تكون يقظه، يعني هنا الطفل عامين نورمالمون سي بروبر ليلا ونهارا. الطفل اللي يقعد 3 سنين هو مازال بالحفاضات. المشكل هنا لمن يرجع؟ انا بالنسبه لي يرجع للام. بالضبط. لان هي اللي ما علمتلوش النظافه. وحنا ما ننساوش ان الجهاز النفسي يمر بمرحله الفميه والمرحله الشرجيه. المرحله الشرجيه هنا اللي الطفل اللي يبدا يتعلم ابارتير دو 9 موا نبداو نعلموه واش معناتها البو، واش معناتها المرحاض، الى غير ذلك. ياكل لازم يدخل، لازم قبل النوم، لازم بعد الاكل. حنا هاد الاحتياطات كامل الامهات ما تاخذهاش بعين الاعتبار، يعني نقدر نقول بان المشكل يبدانا من هاد الانطلاق. معليش المشكل هو بدا لما تجي الام، هي تجي يعني في حاله صعبه جدا تطلب المساعده، والامهات نلقاهم انهم ما يتقلقوش حتى ممكن 6 سنين 7 سنين كي تقول لها من وقتها تقول لك ملي كان صغير. يعني عم كي تقول لها باغ اكزومبل ديتي البيدياتر كاين اللي يجيبوهم لنا بلا ما يمروا عند الطبيب الاخصائي مباشره، يقول لك عنده مشكل نفسي. عم بالها مشكل نفسي، هو ممكن لان المشكل يكون عضوي. عضوي يعني. معليش حنا الاليمينيو بلي ما كاش مشكل عضوي، نتعامل مع هذاك الطفل. قلت لك نهضر مع هذاك الطفل، ندير له روزمان التسجيل لو كالوندغي تاع التبول اللا ارادي، عندنا الشمس عندنا الشتاء، اسبوعي مثلا نقولوا من الاحد الى يوم الجمعه، نقول له نهار دير بيبي في الليل دير لي شتاء سحاب لونه بالاسود، نهار ما ديش دير لي الشمس. الطفل ديجا كي يروح بالنفسيه انه ماذا بيا يجيب لي غير الشمس. بالضبط. باش يحقق، لانه بيده يلون وبعد يكتب لي النتيجه تاع الاسبوع مثلا 4 من 7 3 من 7 مثلا. هو ماذا به؟
كي نعطيها له، بالإضافة إلى النصائح أيضا نقدمها الأمهات، أنه مثلا يحبس السوائل على الساعة 6 مساء مثلا نقول لها يحبس. وكاين نصائح اللي كنت نمدها الأمهات، يعني كاين بزاف اليوم يشاهدوا فيا اللي تعاملت معهم في هذا العمل، باغ اكزومبل نقول لها حكمي المنبه دخليه انافور منبه عاد 12 تاع الليل نوضيه، ومن بعد نزيدو 3 اور دو ماتان. إيبا كاين اللي غير تجيني نشوف الرزمان التسجيل تاع وليدها 0/7، يعني ملي راح ما كاش هذا. كي نسقسيها نقول لها مدام واش درتي، تقولي ما نكذبش عليك ما درت المنبه ما نوضته. جميل. انا واش نقول لها؟ نقول لها ما عاودي روحي لا تطبقي الارشادات تاوعي ونتساعدوا، لان علاش المختص النفسي ماشي هو اللي يحل المشكل. وليدها وليدها باش تنوضوا 12 تاع الليل ولا 3 تاع الصباح. فوالا جوستومون كاين اللي تقول لك انا كي نوضوا ما يديرش. بون احنا قلنا لهم كيما نقولوا لاستوس باغ اكزومبل، نقول لها حطيه فوق البو وفتحي له العين، او ميم تو هو يسمع، هو وراقد مي يسمع لما يسيل اوتوماتيكمون يدير بيبي بلا ما يحس. وعاودي فوالا هو منبه استجابه. يعني هنا من بين العلاجات اللي نقدموها في التبول الإرادي هو العلاج السلوكي. نديروا سلوك. كنا صغار كنا كي نسافروا مثلا الوالده كانت كنا صغار هكذا باش من في الطريق باش ما تحبسوهمش يوقعش هذا المشكل هذا، كانت تحط لنا يدنا تحت العين، تفتح العين فوالا وتحط يدنا على الماء يسيل على يدنا باش تبروفوكي هذا التبول. لازم لنا منبه يعني باش تشوفي الاولياء بالمرات عندهم دي ريفلكس سامبل. نعم. يعني تنوضي وليدك ديري ريديو تحت الماء ولا حاجه، ولا كاين طرق عديده الانسان يقدر هو يديرها، مش حتى يروح عند الاخصائي النفساني. ولكن مع تطور التكنولوجيا الجديده بالضبط. تلقى امهات عامله تقول لك انا 50، تقول لك وليدي رقد بلاكوش. انا جو بي بوز لا كيسيون، نقول لها علاش؟ تقول لك انا ما نوضش في الليل انا هكذا. ويعني نعاودوا نولوا للام المربيه تاع زمان ماشي كيما تاع دوكا، ولكن بصح هذا كامل راه يجي على اطفالنا والنفسيات. انت كي تنوض الصباح تلقى الطفل تاعك متخبي، كاين احيانا تقول لك ما يخرجش من الفراش تاعه لانه بلل الفراش. معليش هو بلل الفراش، انا نفهمه لازم انا وياك نديروا عمل متجانس انا وياك. انا نوضك في الليل وانت لازم تنوض لي، كي نوضوا الصباح نوضوا فرحانين في زوج، كي تروح عند صحابك تروح مقي. يعني هنا الدور الاساسي هو الام. جميل 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 استاذ، شكرا شكرا. سيد عبد الكريم الصانع، مرحبا بك. ماذا بينا تكلمنا على التجربه الحيه، احنا في ولو في عجاله احنا دائما في كل الحصص ماذا بينا تكون تجربه حيه يعني من مستوحات من المجتمع تاعنا. السلام عليكم، شكركم يا سيد الله الاخ يزيد. مرحبا بك. الله يسلمك. بوانا هذه الظاهره عندي صاريه في وليد خويا ثاني، كيف كان عامين ونص كذا دائما يبول كذا، شغل يماه ما حوستش تديه للطبيب ولا شغل تقول غير مازال صغير. ومن بعد الحق الله شتاع 4 سنين ونص 5 بقات فيها طبيعه عاليه، كان مازال بقى يبول، كانت تعنفه غير الضرب وكذا، ما تبولش وتنوضوا في الليل بزاف، ما في الليل ما تخليهش يشرب الماء قازوز كاين فيس. ومن بعد شغل حيينا معاهم هكذا باش داوه عند طبيب وبسيكولوج دوك صافا، دوك عنده 6 سنين شغل لاباس دوك لاباس الحمد لله. كانت هي مع الاول غير العنف ضد الضرب. ان الطفل واش يعرف هو طفل 3 سنين كانت مازال دير له ليكوش. اه 3 سنين ولا 4 سنين ولا الطفل ما يعرفش في الليل، مرات ما عندوش واش صار له كاع اصلا غير الضرب وكذا علاش تبول كذا. كي داوه شغل عنده شغل غيره من الضرب هذاك بسيكولوج كذا، شغول عنده اخته ثاني شغل صغيره ولا إيه غير كاين الغيره. هذا الفينومين هذا حقيقه يعني شغل عنده غيره وشغل العنف كانوا يضربوه، شغل تبقى له شغل بالك كان في الليل واكي يبول شغل بالك يروبوزي ولا ايه يعني تحس انه ما عندوش هذاك ما علموهش كما قلتي قبيله دكتوره انه امه تتفاعل معاه تقول يا وليدي انا نودك وصبحت يعني تحفزوا. والعنف يعني كاين استاذ يزيد كاين اطفال باغ اكزومبل كتجربه احنا امهات يكون راقد 12 تاع الليل تفطن تلقاه راقد ترفدو تديه للمرحاض تحطو تفرح انت كي تنوض الصباح تلقاه نظيف بالضبط. وعلاش؟ لان الطفل اين يتمثل الاستقلاليه تاعو؟ كي يكون يتكلم في الفلاج تاع 2 ans وكي يكون نظيف يفرح باغ اكزومبل يروح كاش بلاصه هو ما عندوش لاكوش بالضبط، ما عندوش لو بيبغون، باسكو نربطو دائما لاكوش بالبيبغون. هو اللي يدير لاكوش مازال يرضع البيبغون، مي طفل الراجل ولا الطفله تلقاها ما عندها لا لاكوش لا بيبغون. بالضبط. شكرا 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 استاذه. اذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا بهذه الحصه هذه لنيوغيزي التبول لا ارادي.
يا أولياء من فضلكم أولادكم بعد سنتين إلى بقوا في التبول لا إرادي لازم تعرضوهم على طبيب، ما تستناوش حتى لخمس سنين ولا أربع سنين ولا، لأنه أولادكم يحتاجوا لهذه النظافة هذه باش يكونوا مرتاحين نفسيا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا عبر صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حق ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد، نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة.